وسهلا ومرحبا فيكم مشاهدينا ومتابعينا من كل مكان. أسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات، وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة. نرحب فيكم بهالأسبوع الجديد من برنامج ديرتنا، وبحلقتنا تحديدا لليوم من برنامج ديرتنا من بعد الشهر الفضيل. الله يتقبل منا ومنكم جميعا، وعيد علينا هالمواسم الفضيلة أياما عديدة وأزمنة مديدة بإذن الله، وإحنا بأتم صحة وعافية. ونقول لكم دائما وأبدا حياكم حياكم في ديرتنا. قدم ما نرجع ورا طبع السعودي من قدم، راح علم اللي ما درى بارواحنا نفدى العلم. ما نرجع ورا على بركة الله في جولتنا الأخبارية في حلقتنا لليوم. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، تنظم الهيئة العامة للطيران المدني مؤتمر مستقبل الطيران الدولي في نسخته الثالثة، وذلك خلال الفترة من 20 وحتى 22 من مايو من العام الجاري على أرض مدينة الرياض. وسيبحث هذا المؤتمر الذي سيشارك فيه أكثر من 5000 من خبراء صناعة الطيران في العالم وقادة شركات الطيران العالمية ومسؤولي سلطات الطيران الدولي المشاركة، قضايا قطاع الطيران العالمي والنقل الجوي وتطوير الاستدامة البيئية في مجال الطيران المدني وتمكين النقل الجوي المتقدم ومناقشة تعزيز مستوى الربط العالمي. يشهد المهرجان السينمائي الخليجي الذي يقام في الرياض بنسخته الرابعة تقديم عدد من رواد السينما الخليجية لرؤاهم وخبراتهم خلال حول مختلف آفاق الإنتاج السينمائي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتضمن جدول أعمال المهرجان إقامة عدد من عروض الأفلام والندوات الحوارية والورش التدريبية المختلفة والمتكاملة التي تمكن زوار المهرجان من استكشاف أبعاد جديدة لصناعة السينما عبر النظر إليها من منظور صناعها ونقادها. وينطلق هذا المهرجان السينمائي الخليجي في 14 من إبريل الجاري، وتعرض عبر أيامه الخمسة 29 فيلما مختلفا لمنتجين خليجيين بارزين عبر عدة فئات، منها الأفلام الروائية الطويلة والروائية القصيرة والأفلام الوثائقية. نبدأ معكم جولاتنا وتغطياتنا لليوم مشاهدينا إلى المدينة المنورة. يجسد متحف أبو بكر العمودي الحياة الاجتماعية قديما في المملكة، ويحتوي هذا المتحف على أقسام متنوعة وعدد كبير من المقتنيات ذات القيمة التاريخية والتراثية. هذا الجمال كله وهذه التفاصيل كافة بنعرفها مع الزميل سعد السناني. أمسي عليك بالخير زميلي سعد. إيش هذه؟ زميلي سعد مساك الله بالخير، احنا على الهواء مباشرة. لو تعرفنا مع المشاهدين على هذا المتحف وما يحتوي من مقتنيات أثرية وتراثية. سعد، عهد وكافة مشاهدي القناة السعودية، طبعا عهد نتواجد في متحف أبو بكر العمودي. هذا المتحف حقيقة اللي يجسد الحياة الاجتماعية في المدينة المنورة، وهذا المتحف أيضا يعني يضم العديد من المقتنيات، وأيضا يعني يذكرنا بحياة الآباء والأجداد وكيف كانت المملكة العربية السعودية قديما. من هذه المقتنيات الموجودة، من النماذج الموجودة في هذا المتحف الجميل، طبعا من الأدوات التي كانت تستخدم في هذا المتحف. المتحف هذا طبعا يهدف لإثراء تجربة الزائر حينما يزور إلى المدينة المنورة، يجد هذه الأماكن التي تحكي عن تاريخنا وعن تراثنا وعن الأشياء الجميلة حقيقة في هذا المتحف. المتحف حقيقة يضم العديد من الأقسام
الأيام حقيقة التي تتكلم عن تاريخنا وتتكلم عن عاداتنا وتتكلم عن تقاليدنا وعن المهن اللي كانت موجودة قديما في المملكة العربية السعودية. نبغى نتحدث أكثر عن هذا المتحف. يسعدنا أن ينضم معنا المشرف العام على هذا المتحف الأستاذ سالم سالمين أو سامي سالمين. أستاذ سامي في البداية مساء الخير، لو تحدثنا عن فكرة هذا المتحف وأهداف هذا المتحف. مساء النور أستاذ سعد، حياكم الله، نورتونا وشرفتونا وكل عام أنتم بخير. طبعا فرع الثاني، الفرع الأول والرئيسي هو فتح فرع مكة المكرمة، هذا فرع المدينة فتح بداية هذا العام. المتحف يتكلم على التراث السعودي لمعرفة الزائر، أنه كيف كنا نعيش الزائر ومنها الجيل ومنها أجيال، كيف كنا نعيش وكيف أبانا كانوا يعيشوا وأجدادنا وإلى أي حد وصلنا من التطور. جميل، يعني ما شاء الله تبارك الله المتحف له يعني تقريبا سنة كاملة في المدينة المنورة. يعني حدثنا عن أقسام ومحتويات هذا المتحف، وش الأشياء الثمينة في هذا المتحف؟ المتحف فيه العديد من الأقسام، في عندك قسم الأسلحة والرماح والسيوف، عندك أيضا من الحرف اليدوية موجودة، في عندك الحرفة حرفة النجار، حرفة الحداد، حرفة الصائغ أيضا، وفي عندنا قسم من قسم التعليم، التعليم الخاص، وعندنا الكتاتيب أيضا، والعديد من الأقسام عندنا. ما شاء الله، أنا أشوف المتحف ما شاء الله يضم العديد من الأقسام. كيف تشوف يعني الزائر حينما يزور إلى هذا المتحف سواء من داخل المملكة أو من خارج المملكة، كيف يشوف إرثنا وتراثنا بهذا الشكل الجميل؟ كيف انطباعاتهم وكيف يعني آرائهم حينما يشاهدوا كيف كانوا الآباء والأجداد في المملكة العربية السعودية؟ هم بالأكيد أنه بيشوفوا شيء بتعجب، أنه كيف كانوا يعيشوا وكيف وصلوا إلى هذه الدرجة في التطور. بس وتتعجب من الموضوع، يعني لأنه زي ما تعرف اختلاف الثقافات لا أكثر ولا أقل. أستاذ سامي سالمين وأنت المشرف العام على هذا المتحف، شكرا لك. عفوا لك، حياكم الله ونورتونا. إذا عهد مثل هذه المتاحف حقيقة التي تضم العديد من المقتنيات، يعني مثلا لو تشاهد يعني عهد تشاهدي مثلا الدكان كيف كانوا زمان قديما، مثل دكان الحارة كنا يعني قديما، ما أدري إحنا ملحقنا على هذا الجيل أو لا، لكن ربما الأجيال السابقة كان مسمى الدكان كان يطلق على دكان الحارة، الفكرة كان البائع موجود في هذا الدكان، كان يعني كنا أطفال كنا نجي لهذا المكان وكانوا يعني آباءنا وأجدادنا كانوا يجي يتبضعوا من هذا المكان، أيضا كان الفوال، طريقة الفوال كيف كان الفوال قديما في المملكة السعودية، أيضا في خاصة في المدينة المنورة ومكة المكرمة كان عندنا الفول يعني منتشر قديما، وكان يعني حقيقة له يعني طعم خاص يعني أثناء الإفطار وأثناء أيضا في رمضان كنا يعني نتوجه لهذا الفوال يعني نأخذ من الفوال. أيضا موجودة المقتنيات الجميلة في هذا المتحف، موجود حقيقة العديد من الحرف، العديد من المهن، مهنة مثلا الصائغ أيضا حتى موجودة مثلا قديما، جسدوا لنا من خلال هذا المتحف جسدوا لنا الكتاتيب، كانوا قديما يعني قبل ما تبدأ الكتب كانوا على ألواح يكتبون ويتعلمون على ألواح، كان يكتب بشكل جميل أيضا، يعني بمناسبة عودة الدراسة غدا حتى جسدوا لنا القاعة الدراسية، جسدوا لنا كيف كانوا الأبناء يجلسون في القاعة الدراسية، حتى اللوح الموجودة، حتى الكتب القديمة التي يعني كنا نتعلم منها بشكل جميل، بشكل يعني أعادونا للماضي وأعادوا أبنائنا، يعني حتى أبنائنا شاهدوا كيف كانوا الآباء يتعلمون، كيف كانوا الأجداد أيام الكتاتيب كيف كانوا يدرسوا بطريقة جميلة بطريقة احترافية، حتى أنه هذا المتحف حقيقة يستهدف أهالي المدينة المنورة وأيضا يستهدف زوار المدينة المنورة لإثراء تجربتهم يعني مشاهدة هذا الإرث التاريخي، أيضا يستهدف أيضا لطلاب المدارس، حتى طلاب المدارس يستطيعوا أن يزوروا مثل هذه المتاحف للإطلاع على ما كان عليه الآباء وما كان عليه الأجداد من الإرث التاريخي، من الأدوات اللي كانت تستخدم، حتى النماذج الموجودة في هذا المتحف من يعني مرزاب الكعبة وأيضا من الستارة كلها نماذج جسدها أبو بكر حقيقة بهذا المتحف الجميل، جعل كل من يزور المتحف يعيش ويتعايش يعني كيف كنا وكيف كان الماضي، حتى أنه المقتنيات الموجودة يعني لم يغفل عن الأدوات اللي كانوا تستخدمها مثل كان وسيلة النقل
الإبل قديما كانت هي وسيلة النقل اللي كانت تستخدم في المملكة العربية السعودية، كانت الوسيلة الرئيسية أساسا. أيضا جسد لنا بعض المجالس اللي كانت موجودة، كيف كان الآباء والأجداد يجلسوا بهذه المجالس الجميلة التاريخية التراثية. حقيقة استطعنا من هذا المتحف، أو استطاع أبو بكر سالم من خلال هذا المتحف، تجسيد العديد من المتاحف وتجسيد العديد من الأعمال الجميلة. هذا كل ما لدي، أعود إليكم. أتفق معك يا سعد، فعلا ما في أجمل من هذه الأماكن اللي نستشعر فيها قيمة ماضينا الغني والعريق. أيضا شكرا على كل ما استعرضته في هذه التغطية، شكرا لأصحاب هذا المتحف، ونبارك لهم الافتتاح الثاني في المدينة المنورة. شكرا لضيفك الكريم اللي قدم لنا هذه التفاصيل، يعطيكم ألف عافية. مشاهدينا، من بعد هذه التغطية ناخذ معكم هذا الفاصل ونواصل تغطياتنا لليوم. حلقتنا لليوم مليئة بالأشياء اللي تعجبكم، خلوكم معنا. أمسي عليكم بالخير من جديد مشاهدينا، ونرحب باللي انضم معنا الآن لمتابعتنا في جولتنا القادمة اللي بناخذكم ونروح فيها إلى جنوب المملكة، وتحديدا مع شارع الفن في أبها بألوانه الكرنفالية المبهجة، وهو ضمن أولويات القادم إلى منطقة عسير للسياحة أو الزيارة، حيث يضم هذا الشارع ألوان المتعددة سواء في اللوحات أو المعالم أو المظلات أو حتى المرافق. تفاصيل أكثر وجمال هذا الشارع بنعرفه مع الزميل محمد الأحمري. أمسي عليك بالخير محمد، وكل عام وأنت بخير يا رب. لو يعني تعطينا للمشاهدين هذه الصورة المبهجة من عندك من شارع الفن وما يضم من فعاليات، تفضل. مساء النور عهد، وانت بخير وصحة وسلامة. نعم عهد، من شارع الفن وسط مدينة أبها. هذا الشارع واللي يعتبر متحف مفتوح على الكثير من المواقع الجميلة، واللي تضم يعني عدد من الزوايا اللي تضم أشجار معمرة وقديمة، وأيضا أشجار الجاكرندا، بالإضافة إلى اللوحات الجمالية لمبدعي ومبدعات منطقة عسير. يعتبر شارع الفن هو واحد من أهم الوجهات السياحية لأهالي وزوار المنطقة طوال السنة، ويعني مما يميز هذا المكان طبعا الكثير من الفعاليات اللي تقام في هذا المكان. طبعا حابين يعني نتكلم مع أحد الزوار الموجودين معنا في شارع الفن، وتعيشون معنا بعض تفاصيل هذا الشارع، ويسعدنا أن نرحب فيك. تفضل معي هنا، عرفنا باسمك. مشاري احمد موسى العاصم العسيري. نعم يا مشاري. مشاري ما شاء الله انت مجهز، واظن انك تمشي اليوم ورياضه وكذا، جاي للشارع رياضه ولا تمشي؟ الله، مع ذي الاجواء بالذات لابد منها من الرياضه وكذا. جميل، من متى جيت للشارع؟ من العصر تقريبا، بدايه العصريه كذا. تجي للشارع باستمرار ولا في اماكن يعني ثانيه انت تحب انك يعني تمشي؟ والله احب امشي في السوده، وبرضه هنا أجي أحيان بعض الأحيان كذا. جميل. طيب لو قلت لك مشاري، دائما نتكلم عن المشي وله فوائد كثير، وأكيد أنكم يعني أنتم كممارسين أو كرياضيين دائما تحبون أنكم تنصحون الناس في خصوصا المشي في مثل هذه الأماكن. أبد، المشي أول شيء صحي، والالتزام على الأكلات الصحية، والامتناع عن الوجبات السريعة، والمشي مع ذي الأجواء أبد حلوة مرة والله. الله يعطيك الصحة والعافية مشاري، شكرا لك وسعدنا بتواجدك معنا. العفو العفو، الله يحفظك. طبعا يا عاد، مثل ما تلاحظين يعني الزميل أحمد عسيري الآن بيلتقط هذه الصور لشارع الفن. يعني إذا جيت لشارع الفن حاب أنك تمارس الرياضة على امتداد هذا الشارع اللي يتجاوز أكثر من 3 كيلو متر ونصف،
حاب أنك تستمتع بالمسطحات الخضراء، تنتظر الجاكرندا، متبقي على الجاكرندا تقريبا أسبوع وتتزين منطقة عسير ومدينة أبها وهذا الشارع أيضا باللون البنفسجي اللي له الكثير من المحبين والعشاق. يعني بصراحة شارع الفن ملتقى للإبداع والفنانين وأيضا للجلسة في مثل هذه الأجواء الجميلة. يعني الأجواء في منطقة عسير في هذا التوقيت غائمة خصوصا على مدينة أبها، وتشهد في هذا التوقيت أيضا هطول للأمطار غزيرة إلى متوسطة على عدد من مراكز ومحافظات منطقة عسير. يعني يا عهد احنا نقدر نقول ان موعودين في صيف هذا العام بصيف مختلف واستثنائي مع كميات الأمطار اللي شهدتها منطقة عسير خلال الأيام الماضية واستمرار الهطول الأمطار إلى هذا اليوم. أجواءنا جميلة وهذه الصورة من شارع الفن في قلب مدينة أبها. أعود لك بالصوت الصورة تفضل. الله يهنيكم بهالأجواء الزينة وبهالمعالم الخلابة اللي تتمتع فيها منطقة عسير كافة. شكرا جزيلا لك على نقل هذه الصورة المميزة من شارع الفن في أبها، يعطيك ألف عافية الزميل محمد الأحمري. من أبها نأخذكم مشاهدينا إلى قصة مكان يضم متحف بيت العقيلات والذي يقع في قلب محافظة حفر الباطن العديد من المقتنيات والأثار اللي يعود تاريخها إلى أكثر من 100 عام، ويعتبر هذا المتحف من معالم المنطقة الشرقية عامة وحفر الباطن على وجه الخصوص. القصة كاملة بنعرفها مع الزميل خالد الحميداني. متحف العقيلات بحفر الباطن، هذا الصرح الحضاري المبني على الطراز النجدي والذي يوثق تاريخ المملكة لأكثر من 100 عام، حيث أنه يضم العديد من المقتنيات التي يعود تاريخها إلى مئات السنين. متحف بيت العقيلات حقيقة يعتبر من المتاحف النادرة في حفر الباطن. عمر المتحف ما يقارب 5 سنوات ولله الحمد. المتحف حقيقة فيه بعض الأشياء مثل الدرع اللي أنتم شفتوه يمكن ما يقارب 600 سنة، بعض الدلال عندنا موجود 80 سنة، المصحف كذلك ما يقارب 200 سنة، والنبل كذلك اللي هو حق الرمي ما يقارب 800 سنة أو تقريبا، وفي بعض الحاجات اللي هي مثل زينة المرأة والساعة الموجودة والعملات النادرة كذلك الموجودة من العربي والفضة والفرنسي والعملات الهندية كذلك والعملات الإنجليزية. والمتحف حقيقة يشتمل على أشياء كثيرة ونادرة، منها البنادق كذلك بعضها إلى 80 و120 سنة، كذلك في بعض الحاجات مثل اللي هي زينة المرأة تكلمنا عنها قبل شوي، في اللي هي المسك، المفارد، الرشارش، الحاجات القديمة كذلك. هذا أكثر ما يشتمل على المتحف في بيت العقيلات من الأشياء القديمة والأثرية. وتنوعت فيها القطع التراثية النادرة من كافة مناطق المملكة التي تحاكي ماضي الآباء والأجداد. طبعا في عندنا كذلك اللي هي السيوف، وأقدمها السيف الياباني الموجود هنا يمكن عمره فوق 600 سنة. كذلك الدروع عندنا هنا اللي تكلمنا عنها قبل شوي، يعني في الدرع اللي هو الموجود الآن وزنه حول 30 كيلو، عمره فوق 600 سنة. كذلك بعض الأقفال الموجودة الآن هنا الموجودة ممكن توصل ل80 و60 سنة و70 سنة و100 سنة. كذلك عندنا أحد المشروبات عمره 50 سنة. كذلك في يعني أشياء كثيرة يعني لا تعد ولا تحصى في المتحف هذا. ويعتبر هذا المتحف وجهة سياحية لكل من يأتي من خارج المحافظة نظرا لما يحتويه من قطع تراثية نادرة استطاع من خلالها الزائر أن يتعرف على تاريخ هذه البلاد. لقناة السعودية خالد الحميداني، حفر الباطن. ومن هذا التقرير اللي شفنا فيه نشأة متحف بيت العقيلات وما يحتوي من مقتنيات أثرية وتراثية، نتوقف فاصلنا الأخير في حلقة اليوم وراجعين في ديرتنا، خلكم معنا.
حياكم الله من جديد مشاهدينا. خلونا ناخذكم الان الى منطقه جده. جمعت فعاليات عيد الفطر في جده برومينان مناظر مظاهر الفرحه من خلال الانشطه المتنوعه المتمثله في الالعاب الناريه والاهازيج الغنائيه القديمه مستحضره تاريخ المنطقه الثقافي الذي لا يزال يحتفظ بطابع التقليدي في استقبال الافراح والمناسبات. تفاصيل هذه الاجواء السعيده بنعرفها مع الزميله آية سحرتي. امسي عليك بالخير آية، وكل عام وانت بخير يا رب. لو تعطينا للمشاهدين صورة عن مظاهر الفرحة والأجواء السعيدة بمناسبة عيد الفطر السعيدة، تفضلي. يا اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، ورحب فيك عهد، ورحب بجميع زملائي في الرياض، وكل عام وانتم بخير بمناسبه عيد الفطر المبارك. بالتاكيد احنا موجودين في احد الاماكن المخصصه من قبل هيئه الترفيه الاحتفاليه بعيد الفطر المبارك. طبعا في ثلاث اماكن مختلفه موجوده في جده، خصصتها الهيئه العامه للترفيه، منطقه جده برومناد، ونادي جده لليخوت، وكمان منطقه البلد او جده التاريخيه. طبعا كل الاحتفالات فيها عروض مختلفه تراثيه وعالميه، إضافة إلى عدد كبير من الأنشطة المختلفة لجميع الأعمار. في طبعا عروض كانت غنائية موجودة في كل الليالي السابقة، بالإضافة طبعا إلى الألعاب النارية المميزة اللي كانت أول يوم وثاني يوم من هذا الموقع من جدة برومناد. طبعا زي ما أنتم شايفين خلفي المكان يحيي لكم كأنكم في البلد، لكن بلمسة يمكن حضارية شوية، وانتقلنا جنب البحر. الموجود هنا مدينة صغيرة للبلد مميزة جدا ورائعة، فيها الكثير من الفعاليات والأنشطة المميزة اللي بتجمع الماضي والحاضر، واحتفالية رائعة للعيد. طبعا موجود أسواق شعبية وأيضا مأكولات شعبية، البطاطس الشعبية والسوبيا والكبدة والأشياء المميزة اللي تشتهر بها مدينة جدة سابقا، بالإضافة إلى كمان عدد من الألعاب الشعبية الموجودة، الفرفيرة وكمان الكيرم الشهيرة واللي بيجتمع عليه عدد كبير من الشباب طبعا من الساعة 5 للساعة 2 مساء، بالإضافة طبعا إلى عدد كبير من الفرق الاستعراضية واللي بتستقبل الناس بأهازيج مميزة تخص مدينة جدة. طبعا كل هذه الأنشطة حتلاقوها موجودة هنا في جدة برومناد. فيما يخص كمان نادي جدة لليخوت، هو يمكن تقريبا مسافة مشي 3 دقائق من هنا. في كمان جلسات مميزة على البحر، وكمان في شيء مميز جدا لكل عشاق البحر، في ممكن تأجروا اليخوت وتاخذوا جولة سريعة لمحبي المغامرات وجولات أخرى لكل عشاق البحر. طبعا دائما جدة والبحر مرتبطين ببعض ولا يفترقوا أبدا، والناس جميعا تحب تقضي هذه الأيام جنب البحر. زي ما أنتم شايفين الأجواء رائعة ومميزة، والآن بدأوا الناس في التوافد لجدة برومناد للاستمتاع بباقي أو بداية اليوم. طبعا هذه الفعاليات تستمر إلى يوم 20 أبريل، هتكون فيها احتفالات العيد زي أول يوم. فطبعا الاحتفالات ما زالت مستمرة عندنا في جدة، مع أنه خلاص يعني بدأت الدوامات، وبكرة إن شاء الله بالسلامة جميع الطلاب حيعودوا للمدارس، وبداية إن شاء الله موفقة للجميع. يعني هذا كل ما لدينا اليوم من جدة برومناد للاحتفالية بالعيد. زي ما أنتم شايفين بدأ الآن الناس يتوافدوا معنا من كل مكان. بالتأكيد كل عام وأنتم بخير، وشكرا لكم على المتابعة، وهذا كل ما لدينا اليوم من جدة. عودة مرة أخرى للرياض. وأنت بخير يا آية، والله يديم علينا هالأفراح وهالمناسبات السعيدة. شكرا لك على نقل هذه المظاهر من جدة، يعطيك ألف عافية. مشاهدينا كان في تقرير ودي استعرضه بس للأسف فاتنا الوقت. إلى هنا مشاهدينا نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. دائما نستقبل مشاركاتكم واقتراحاتكم عبر هاشتاج البرنامج ديرتنا في منصة إكس. انتظرونا بكرة على نفس الموعد في ديرتنا. كونوا بخير، في أمان الله.